يقول احد المدرسين بجده وانا في غرفه المدرسين صببت كاس شاي لاشربه فضرب الجرس ولان مدير المدرسه شديد جدا ويحب ان يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس فورا ولان الشاي حار جدا رايت عاملا فلبينيا فابتسمت في وجهه واعطيته الكاس في اليوم التالي جاءني العامل الفلبيني وقال لي انه متفاجئ فهذه اول مره يرى ابتسامه مدرس في وجهه بل ويعطيه كاسا من الشاي وكان هناك شيء خطا لقد فوجئت انا بهذا الكلام من هذا العامل البسيط ووقفت في غايه الحرج امامه فقلت له اردت ان اكرمك ونحن مسلمون وهذا من خلقنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فرد علي بكلام زاد من احراجي وتانيبي لنفسي وذلك عندما قال لي لي هنا عامان لم يكلمني احد مكثت هنا عامين لم يكلمني احد منكم بكلمه او يبتسم لي بابتسامه ثم فاجاني بمفاجاه ادهشتني عندما اخبرني بانه يحمل شهاده الماجستير في العلوم وان شده الفقر جعلته يقبل بهذه الوظيفه في بدايه الامر لم اصدقه واردت ان اختبره فدعوته للبيت حيث كانت ابنتي في الصف الحادي عشر ولديها سؤال في العلوم ثم اطلعته على موسوعه العلوم باللغه الانجليزيه فاجاب بطلاقه ما بعدها طلاقه فتاكدت حينها من صحه كلامه من يومها ظل هذا الصديق الفلبيني يزورني كل جمعه وبدات في كل لقاء احدثه عن الاسلام واعامله افضل معامله باخلاص وحب حقيقي وبعد شهرين أعلن إسلامه ثم أقنع أكثر من عشرين من أصدقائه بالإسلام والسبب ابتسامة مع كأس شاي فقلت في نفسي صدقت يا رسول الله يا من قلت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كان احد عمال المنازل يعمل خادما لدى احد الاثرياء المشاهير وكان من عاده هذا الثري ان يستقل سيارته الفارهه كل يوم وعندما يحييه الخادم بالسلام كان الثري لا يرد التحية وفي يوم رأى الثري هذا الخادم وهو يلتقط كيسا فيه بقايا طعام نظرا لفقره ولحالته المادية الصعبة فتجاهله الثري وكأنه لم ير شيئا وفي اليوم التالي وجد الخادم كيسا بنفس المكان ولكن الطعام كان فيه مرتبا وطازجا أخذ الخادم الكيس وفرح كثيرا إلا أنه لم يهتم بأمر الكيس أو يسأل نفسه من أين جاء واصبح الخادم كل يوم يجد نفس الكيس وهو مليء بالطعام وحاجيات البيت كامله فكان ياخذه حتى اصبح هذا الموضوع روتينيا الا انه بدا يتساءل هو وزوجته واولاده من يا ترى هذا الرجل التقي النقي الخفي الذي يتصدق علينا بكيسه كل يوم كان الخادم يدعو له ويوصي زوجته واولاده بالدعاء له وفي يوم من الايام شعر الخادم بجلبه في العماره فعلم ان السيد الثري قد توفي وكثر الزائرون في ذلك اليوم ولكن اتعس ما كان في ذلك اليوم بالنسبه للخادم ان الرجل الصالح قد نسي الكيس حتى ظن ان احدا من الزائرين قد سبقه اليه وفي الايام التاليه لم يجد الخادم ايضا الكيس وهكذا مرت الايام مما زاد وضع الخادم المادي سوءا فقرر ان يطالب السيده زوجه الثري المتوفي بزياده الراتب او ان يبحث عن عمل اخر وعندما كلمها الخادم قالت له في دهشه كيف كان المرتب يكفيك وقد صار لك عندنا اكثر من سنتين ولم تشتكي فماذا حدث الان فاخبرها عن قصه الكيس فسالته ومنذ متى لم تعد تجد الكيس فقال لها بعد وفاه سيدي وهنا انتبه الخادم لشيء حيث سال نفسه لماذا انقطع الكيس بعد وفاه سيدي مباشره فهل كان سيدي هو صاحب الكيس ولكن تذكر معاملته التي لم ير منها شيئا سيئا سوى انه لا يرد السلام فغرورقت عينا زوجه الثري بالدموع وعلى الفور قررت بان تصل ما بداه زوجها وانقطع بعد وفاته وعاد كيس الخير الى الخادم مره اخرى ولكن هذه المره كان يستلمه بيديه من ابن الثري وعندما كان الخادم يشكره كان ابن الثري لا يرد عليه فشكره بصوت مرتفع فرد عليه وهو يقول لا تؤاخذني فانا ضعيف السمع كوالدي بكى الخادم بكاء شديدا وهو يقول كم نسيء الظن بالاخرين ونحن لا نشعر ولا نسال ولا نستفسر لكي نعرف لماذا يتصرف معنا البعض بامور لا نحبها لعل معهم العذر ولا نعرفه "يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في مدرسة إعدادية خاصة عادت فتاة صغيرة من المدرسة وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن فسألتها عن سبب حزنها فقالت لها أماه إن معلمتي التي تشكو دائما من صداع في رأسها وتغضب كثيرا بدون سبب هددتني بالطرد من المدرسة بسبب ملابسي الطويلة التي أرتديها لأنها لا تريد أن تراني بها قالت الأم ولكنها الملابس التي يريدها الله يا بنيتي المعلمة لا تريد والله يريد فمن تطيعين أتطيعين الله الذي خلقك وصورك في أجمل صورة وأنعم عليك بالنعم الكثيرة أم تطيعين معلمتك وهي مخلوقة مثلك لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. قالت الفتاة: بل أطيع الله عز وجل. وفي اليوم التالي ذهبت الفتاة بالثياب الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة. فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب المصحوب بنظرات صديقاتها إليها. فما كان منها الا ان انفجرت بالبكاء ثم قالت لمعلمتها كلمات كبيره في معناها قليله في عددها والله لا ادري من اطيع انت ام الله اطيعك انت فارتدي ما تريدين واعصي الله ام اطيعه لارضيه واعصيك يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون انني سوف اطيع الله سبحانه وتعالى وليكن ما يكن حتى وإن تم طردي من المدرسة، ولكني أنصحك أنت لوجه الله أن ترتدي الحجاب والملابس الطويلة حتى يرضى الله عنك ورسوله، الذي أوصانا بما أقوله لك عندما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بعد ان اختارت تلك الصغيره الالتزام والطاعه لاوامر الله الواحد القهار ونصحت معلمتها اصيبت المعلمه بذهول شديد وظلت في صمت طويل دون تعليق ثم طلبت من التلميذه ان تحضر امها في الغد وفي الصباح جاءت الام وفي تفكيرها اعطاء المعلمه درسا قاسيا واذا بالمعلمه تقول لها لقد وعظتني ابنتك اعظم موعظه سمعتها في حياتي رغم دراستي للتربيه واخذ قسط كبير من العلم فتحيه لك يا من زرعت في ابنتك حب الله ورسوله والله لقد اثرت ابنتك في كثيرا حيث عدت من المدرسه بالامس ابكي وانا في صلاتي وعاهدت الله ان التزم باوامره ولا اعصيه ابدا وطلبت منه ان يغفر لي تقصيري ويثبت قلبي على دينه وبعد التزام المعلمه وارتدائها للحجاب والملابس الطويله وعمل كل ما يرضي الله عز وجل شفيت تماما من الصداع الذي كان يلازمها طوال اليوم وتقدم لها اكثر من خطيب وبعد ان تزوجت كانت دائما تقول لتلميذتها كم انا احبك يا من غيرت حياتي تماما بفضل الله وبفضل تلبيه اوامر الله عز وجل دون خوف من غضبي او عقابي ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما المال والقران رجل غني جدا ليس له عائله ولا اولاد ولكن عنده من العاملين في قصره الكثير وفي يوم دعا جميع العاملين عنده على العشاء ووضع امام كل واحد منهم نسخه من القران ومبلغا من المال وعندما انتهوا من الطعام سالهم ان يختاروا اما المصحف الشريف او مبلغ المال الموضوع مع القران فبدا اولا بالحارس وطلب منه ان يختار دون خجل فقال الحارس كنت اتمنى ان اختار القران لكني لا اعرف القراءه لذلك ساخذ النقود فهي اكثر فائده بالنسبه لي ثم طلب من البستاني كما طلب من الحارس فقال البستاني ان زوجتي مريضه جدا واحتاج للنقود حتى اعالجها ولولا هذا لاخترت القران بعدها طلب من الطباخ ان يختار قال له الطباخ انا احب القراءه ولكن عملي الكثير لا يترك لي وقتا لاقرا لذلك ساختار النقود اخر دور كان للشاب الذي يعمل سائسا للحيوانات التي في اسطبله والرجل الغني يعرف ان هذا الشاب فقير جدا فقال له اني متاكد انك ستختار النقود حتى تشتري طعاما وتشتري حذاء بدل حذائك الممزق فاجابه الشاب صحيح انه صعب علي شراء حذاء جديد او شراء دجاجه اكلها مع امي لكني ساختار القران لان امي قالت لي كلمه من الله سبحانه وتعالى مفيده اكثر من الذهب وطعمها احلى من الشهد فاخذ القران وبعد ان فتحه وجد فيه ظرفين اول ظرف فيه مبلغ يساوي عشره اضعاف المبلغ الذي كان موجودا على طاوله الطعام والظرف الثاني فيه وثيقه بانه سوف يرث بعض املاك هذا الرجل الغني بعدها قال لهم الرجل الغني ان من يحسن الظن بالله فلا يخيب رجاؤه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً يقول احد المدرسين بجده وانا في غرفه المدرسين صببت كاس شاي لاشربه فضرب الجرس ولان مدير المدرسه شديد جدا ويحب ان يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس فورا ولان الشاي حار جدا رايت عاملا فلبينيا فابتسمت في وجهه واعطيته الكاس في اليوم التالي جاءني العامل الفلبيني وقال لي انه متفاجئ فهذه اول مره يرى ابتسامه مدرس في وجهه بل ويعطيه كاسا من الشاي وكان هناك شيء خطا لقد فوجئت انا بهذا الكلام من هذا العامل البسيط ووقفت في غايه الحرج امامه فقلت له اردت ان اكرمك ونحن مسلمون وهذا من خلقنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فرد علي بكلام زاد من احراجي وتانيبي لنفسي وذلك عندما قال لي لي هنا عامان لم يكلمني احد مكثت هنا عامين لم يكلمني احد منكم بكلمه او يبتسم لي بابتسامه ثم فاجاني بمفاجاه ادهشتني عندما اخبرني بانه يحمل شهاده الماجستير في العلوم وان شده الفقر جعلته يقبل بهذه الوظيفه في بدايه الامر لم اصدقه واردت ان اختبره فدعوته للبيت حيث كانت ابنتي في الصف الحادي عشر ولديها سؤال في العلوم ثم اطلعته على موسوعه العلوم باللغه الانجليزيه فاجاب بطلاقه ما بعدها طلاقه فتاكدت حينها من صحه كلامه من يومها ظل هذا الصديق الفلبيني يزورني كل جمعه وبدات في كل لقاء احدثه عن الاسلام واعامله افضل معامله باخلاص وحب حقيقي وبعد شهرين أعلن إسلامه ثم أقنع أكثر من عشرين من أصدقائه بالإسلام والسبب ابتسامة مع كأس شاي فقلت في نفسي صدقت يا رسول الله يا من قلت لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قام مجموعة من الطلاب بالتسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة العربية السعودية، حيث أن الدراسة هناك أسهل، وسكنوا في مسكن قريب من جامعتهم. وبينما احد الطلاب يتجول في القريه لفت انتباههم راه كبيره في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود الى منزلها المتواضع في المساء رق قلب الطالب لحالها وسال اهل القريه عنها واين اولادها فاجابوه انه ليس لها احد في هذه الدنيا وفي يوم من الايام اقترب منها والقى السلام عليها وبعد ان ردت السلام سالها عن حالها وامنيتها في هذه الدنيا فقالت اتمنى ان ارى الحرم المكي والمدني وارزق بعمره وحج لكني لا استطيع لانه ليس لي محرم يسافر معي ذهب الطالب الى سكنه وهناك اخذ يفكر في امنيه العجوز وتذكر جمله طالما كان والده يوصيه واخوته بها اقض حوائج الناس واذهب دون ان تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد اليك لا محاله لذلك جاءته في الليله فكره بان يتزوج العجوز ومن ثم يذهب بها للحج والعمره وبذلك يكون قد حقق لها امنيتها وبعد ان يعود يطلقها وفي الصباح ذهب لشيخ جليل واخبره بما اراد فعله فاجابه بانه فعل الصواب وطلب منه ان يخبر العجوز فان وافقت تمم لهما الزواج ففعل الطالب ووافقت العجوز وتم عقد القران ثم ذهب بها الى مكه والمدينه وتركها حتى طابت نفسها فادت فريضه الحج وادت عمره وبعد ان عاد ابلغها ان مهمته انتهت ويريد تطليقها فقالت له دعني على ذمتك واذهب حيثما شئت لا عليك تركها الطالب وبعد ان انتهت دراسته واراد ان يرحل الى مدينته اخبرها بانه راحل الى مدينته دون عوده وانه يريد ان يطلقها فاجابته لا تفعل واذهب حيثما شئت ذهب الطالب الى مدينته دون عوده ولم يطلق العجوز وبعد مده وبينما هو باحد مجالس الشباب جلس اصدقاؤه يمازحونه ويسالونه عن العجوز فاجابهم انه لا يدري عن امرها شيئا ثم حدثته نفسه ان يزورها وبعدما وصل الى قريتها سال عنها فابلغه السكان انها قد توفيت فحزن عليها فسخر سكان القريه منه وقالوا له ان كنت تريد ميراثك منها اذهب الى منزلها لتحصل على بقايا اغراضها القديمه ذهب الشاب وهناك وجد حقيبه صغيره تحتوي على ثيابها وبينما هو يتاملها اذا بورقه صغيره تسقط بين يديه فقام الشاب بفتحها لعلها وصيتها ففوجئ بانها ورقه عقد ارض وريثتها من ابن عمها وهذه الارض تقع على شاطئ جده فاخذ الشاب العقد باعتباره الوريث الوحيد للعجوز وذهب الى الارض ليبيعها فوجدها باغلى ثمن وهناك باعها بثلاثه ملايين ليعود وكله فخر بما قام به من اجل تلك العجوز المسكينه دون انتظار مقابل وقال صدقت يا ابي في نصيحتك وساوصي اولادي بها اقض حوائج الناس واذهب دون ان تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد اليك لا محاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا